وفيت أول مواطن تونسي بفيروس كورونا. توفي الصباح اليوم الأربعاء 18 مارس 2020 مواطن تونسي مقيم بمدينة بريشة بإيطاليا بعد إصابته بفيروس كورونا. وحسب مصادر مطلعة فإن المتوفي يعاني من مرض مزمن، وقد تم إيوائه في المركز الصحي الخاص بمصاب الكورونا ثم غادره، إلا أن حالته الصحية تعكرت مجددا وقد توفي صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة 6 صباحا. وأكد الصحفي التونسي المقيم في إيطاليا صالح مثنيني في تصريح لمزيك أن التونسي من وليد 1976 متزوج من إيطاليا وأب لخمسة أطفال، ويقيم في إيطاليا منذ حوالي 20 سنة.